السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي الأعزاء مرحبا بكم على قناتنا عقارات أم مرحبا وألف مرحبا نتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال بإذن الله اليوم إن شاء الله عندنا عرض لواحد البقعة تجارية معروضة للبيع بسيدي رحال في تجزئة جديدة كيف ما تشوفوا هذه هي البقعة ديالها راها راها محدة بواحد البودرات في الأرض المهم المساحة ديالها مية وجوج متر مربع غتكون اير بليس كاتس الناس اللي تيشوفوا اول مره قناه عقارات ام مالك مرحبا بكم ما الا تشاركوا باش دائما بقا يوصلكم الجديد اخواني الكرام كيف ما تشوفوا هذه هي لوتيسمون راه طالعين فيها موبلات تبارك الله لتحت كاين محلات تجاريه وكاين بروميير دوزيام تروازيام حتى الكاطريام بالنسبه للبقعه 102 متر مربع والثمن ديالها 36 مليون وقابله للنقاش الناس اللي سولونا قبل على بقع تجارية بسدر حال الشاطئ هذه بقعة اللي زوينة في المستطاع الثمن ديالها قابل للتفاوض شوية فقط المساحة كما قلنا مية وجوج متر مربع هانتوما نوريكم جات على الشارع الشارع راه خمسطاش اللي فيه شارع خمسطاش هنا جات شادة من هاد ال من هاد البلايصة هادي اللي معلمينها بالسيمة هانتوما تاخدو فكرة عليها من هنا شادة حتى العلامة الاخرى اللي غادي نوريكم ان شاء الله مية متر مربع موقع اللي غادي في واحد النمو واحد تطور كبير سكني انتو ما تتشوفوا الموبلات اللي طالعين حداها كاتريان ايطاج ما لتحت انتو اخواني هدي البقعة اللي ان شاء الله معروضة اليوم للبيع الناس اللي مهتمين وجدين بالشراء ما عليكم الا تواصلوا بينا على الرقم اللي تشوفوه على شاشه الفيديو اخواني القناه الخاصه بالاشهار العقاري الناس اللي باغيين يحطوا العقارات ديالهم على قناتنا مرحبا بكم ما عليكم الا تواصلوا بينا على الرقم اللي تشوفوه على شاشه الفيديو او الرقم اللي في صندوق الوصف رقم الرقم ديال القناه اللي هي خاصه بالاشهار مرحبا بكم والف مرحبا آه كما شفتوا البقعه جات على الشارع اللي هو رئيسي الشارع 15 يقولوا كاين الشارع ديال 20 وكاين ديال 15 ما تتشوفوا الموبيلات اللي طالعين حداها المهم تنتمنى اخواني انكم تكونوا خديتوا فكره على هذه البقعه اللي جات قريبه لسيدي رحال الشاطئ هي في سيدي رحال ولكن التجزئه اللي جديده قريبه للبحر سيرتو الناس اللي باغين انهم يشريو بقع هكا ويستغلوهم ان شاء الله في القريب للتجاره او هكذا للسكن مرحبا بكم اخواني 836 مليون وقابله للتفاوض تنكون وصلت نهايه الفيديو والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته الى الملتقى ان شاء الله